شرف. نعم قطرات دم ليلة الزفاف، هل ده الشرف؟ وهل الشرف بيولوجي؟ له صفات بيولوجية؟ يعني نولد به أو لا نولد به؟ ولا الشرف سلوك يومي في الحياة؟ هل الشرف له علاقة بالصدق؟ في التعاملات؟ بالوفاء؟ بالوعد؟ بأن الإنسان يكون له كلمة واحدة؟ حياة واحدة، مش حياة خفية في السر وحياة علانية. الشرف مش أغطي رأسي، لأن رأس المرأة شرف. فكل مفهوم الشرف طلع غلط وتوارثناه وعشنا فيه. وإذا كان الشرف هو صفة بيولوجية عند المرأة، طب ما هو شرف الرجل وهو لم يولد بغشاء بكرة؟ طب ما هو شرف؟ ما مقاييس شرف الرجل؟ ليس له شرف.